السلام عليكم. انا واحد من 126 منخرط ومنخرطه في وداديه السكن البركه بمدينه سيدي رحال. الوداديه انخرطنا فيها وحطينا فيها الاموال ديالنا، الرزق ديالنا اللي جمعناه، وكاين معنا حالات اجتماعيه اللي شدوا دي كريدي باش ياخذوا هاد لي زابارتومون هادو، ومعنا الجاليه المغربيه حتى هي. فاذا بعد مرور بضع سنوات كان المكتب كيكتشف ان هاد الشركه كتماطل وكتغش في الاشغال، فداروا واحد الخبره قضائيه تقنيه اللي خرجت بخلاصه ان هاد الشركه هذه كيتسالها الوداديه ما مقداره 950 مليون سنتيم. ومنذ ذلك الحين وحنا في معارك وفي حرب مع هذا السيد هذا في المحاكم، هذا السيد هذا اللي داير الغطاء ديال الشركه، في حين انه هو روشيرشي، في حين انه هو عنده مشاكل مع وداديات في السابق، في حين انه عنده ملفات اخرين مرفوعه ضده، ومستغل هذاك الغطاء ديال الشركه وتيقول لنا انا ما غادي تصوروا مني حتى حاجه وملف بالمحاكم. ومؤخرا مشى طعن في لا بروسيدور، ما عرفناش كيفاش دار، حتى جات واحد الاكسبرتيز ثانيه. هذه الاكسبرتيز الثانيه الغريب انها خرجت بعكس الاكسبرتيز الاولى. الاكسبرتيز الاولى كتقول ان الوداديه اللي كتسالت سي 950، الاكسبرتيز الثانيه اللي خرجت كتقول باللي هو كيسال الوداديه مليار. فتخيل معايا في نفس البروجي عندنا دوز اكسبرتيز كونتراديكتوار، فما بقاش قدامنا الا اننا اليوم نجتمعوا ونحتجوا ونشتكيوا ونطلبوا بالسيد رئيس النيابه العامه باش يتدخل باش ينصفنا، والسيد الحموشي باش هذا السيد هذا الا كان غوشيرشي يمشي يشدوه، لانه حنا تلاقينا مع ناس اخرين في ملفات اخرين تيقولوا لنا راه غوشيرشي بغينا يتشد باش 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 العداله ترد لنا الحق ديالنا، وبغينا يخرج لنا من هذا البروجي ويرد لنا حقنا. نحن في خطر. حنا كنتواجدوا في ودادية البركة، حنا كمنخرطين لهذه الودادية كنعيشوا جحيم يوم على يوم مع ضد واحد الثلاثي مافيو دي مافيوز العقار بما فيه المقاول بما فيه المهندس بما فيه البيرو ديتود. هاد الناس عينا معاهم جميع الحلول، في الاخر جئنا القضاء. القضاء فعلا نصفنا في المرحله الاولى، جات خبره تبتت على اساس ان كل شيء فيه الغش. انا البني اللي دار ما كيمشيش مع التصاميم الهندسيه اللي هي مرخص بها. انا داكشي الزنك داكشي ديال هذا الجاج والتخربيق المسائل كلها ما كتمشيش مع دفتر التحملات. انا ما احترمش دفتر التحملات، ما احترمش التصاميم الهندسيه. هذا السيد خدا اكثر من رزقه، خدا اكثر من رزقه. داكشي اللي مبني، داكشي اللي عطينا حنايا ما كملش. اي حاجه كيدير فيها 50-60% باقي ما كملش، وخدا فلوسه وحنا كملنا وخدا فلوسه. هذا السيد هذا كنطالبوا من الجهات المسؤوله، كنطالبوا. هو كيقول لك باقي كيتسالنا، حنا كنقولوا صافي خدا اكثر من رزقه. الخبره تبتت على اساس انه خدا اكثر من رزقه، خدا اكثر من رزقه عباد الله، خدا اكثر من رزقه. هذا السيد هذا يدو سليطه، هذا السيد هذا لسانه طويل، هذا السيد هذا عنده ناس، قال لك عنده ناس واقفين معاه. هذا المقاول تصدر تحقه الشكايه، تصدر تحقه هذا ريشيرش لانه متابع، باقي ريشيرش كيقلبوا عليه. انا في خطر. اذا هاد السيد كون عصابه متكونه من ثلاثه ديال الاشخاص، يعني هو والبيرو ديتود وواحد الصديق ديالو كان كيمارس مهنه ديال الشرطه. المهم كيف يعقل ان هذا الشخص مبحوث عنه دول مبحوث عنه في المغرب، ولي زافير ديالو كتمشى ليه 100%؟ يعني وشكون اللي كيمشيها صديق ديالو؟ كينتحل الصيفه وهو الصيفه ماشي ديالو، وكاله. كيف يعقل ذلك؟ وحنا الشغل ديالنا راه فيما هب الريح، الا ما جيتوش نتوما وما وقفتوش معنا كنطالبوا كل واحد عنده السلطه باش يوقف معنا باش ناخذوا الحقوق ديالنا. نحن في خطر. شكرنا في خطر. من منخرطين الوداديه البركه، يعني عاطين 100% وهالبروجي مسدود علينا، قايلين ممنوع تدخلوا ليه. ويعني شحال مره كيجيب لنا الحز من البين وليله كيجيب لنا الحز وكيصيفطوا لنا في الواتساب، انا حزت لكم على البركه، اش غادي نديروا حنايا دابا؟ والله يخليكم وقفوا معنا باش ناخذوا حقنا. وهو ديما بعدا ديجا روشيشي ديما عنده المشاكل ديال الشيكات وعنده، ولكن ديما كيهدد فينا. انا غنبيع لكم البروجي ديالكم في يعني في المحكمه في
المزاد العلني، يعني هادشي راه ماشي معقول، واحد عاطي 100% وواحد الفلوس بالزايد ومازال كيهددنا وكيعيط كل واحد بوحده، بعد ما ندير هو كيعيط لينا، عنده التليفون ديالنا كيعيط لينا ويهضر معنا يقول لهم سكتوا انا نديروا الفوضى باش تاخذوا حقكم، وهو هو واخد حقنا واخذوا لينا هو، وهادشي راه حنا معاه في المحاكم والمحكمه راه يعني خدات حقنا، ولكن هو يعني دعوه اخرى ضد هادشي وما عرفناش كيفاش غادي تخرج لينا.